من جديد برحب بيك كابتن ايمن وضيوفك الكرام، الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. النادي الاهلي يحقق المطلوب ويحقق 3 نقاط جديده ويصل رصيده 72 نقطه بعد المباراه. معنا كابتن سامي مصان مدرب عام الفريق. كابتن سامي الف مبروك، 3 نقاط جديده مهمه جدا في سباق البطوله، واعتقد حققت المطلوب من المباراه النهارده. الحمد لله، تحيه طبعا لكابتن ايمن وضيوفه. 3 نقاط مهمه جدا بالنسبه لنا، وخطوه تقربنا اكبر نحو اللقب اللي بالنسبه لنا هدف كبير جدا. مباراه صعبه، الفرق كلها بتقاتل عشان النقطه يعني. اعتقد فرقه الزمالك فرقه الاسماعيلي النهارده كافحت وعملت اداء دفاعي كويس، لكن الحمد لله كان عندنا حلول وعندنا فرص، الحمد لله قدرنا نستغل واحده منها ونحقق 3 نقاط مهمه جدا بالنسبه لنا. كابتن سامي، يعني مباراه فيوتشر التعادل وما كانش في وقت على طول، يعني 48 ساعه وجيتوا اسكندريه وعندكم مباراه بعد 48 ساعه، يعني قررتوا خلاص ان شاء الله المعسكر ممتد لما بعد ماتش الاتحاد، هنتعاملوا ازاي خاصه الاجهاد واضح جدا على الفريق؟ ده طبيعي، انت في نهايه موسم، انت لعبت بطولات كتيره جدا، انت بدايه الدوري وبعد كده لعبت بطوله افريقيا وكاس وكاس العالم، فكثافه كبيره جدا من المباريات، الراجل بيحاول يتغلب عليها من الروتيشن اللي بيعمله اللعيبه. اعتقد النهارده الحمد لله، يعني النهارده خالد بيأدي بشكل كويس، النهارده قفشه بيأدي بشكل كويس، شريف رجع تاني مستواه، يمكن محتاج بس الثقه اللي هو يسجل هدف عشان الثقه ترجع له تاني. فاعتقد الحمد لله عبد القادر برضو حاول النهارده، وبيرسي نفس القصه، لكن خلينا نقول برضو ان اللعيبه برضو يعني طبعا في تعب النهارده، بتتكلم كل 48 ساعه مباراه كبيره، يعني في فرق بتقاتل عشان تبقى تفضل في الدوري الممتاز يعني. فاعتقد بشكرهم طبعا على الجهد دوت، لكن عندنا خطوتين ان شاء الله نقدر نحسمهم، ان شاء الله ونقدر نحسم لقب الدوري باذن الله. جمهور النادي الاهلي اللي دايما بيبقى له مفعول السحر، يمكن احسن استقبالكم بشكل اكثر من رائع النهارده، تقول له ايه؟ بشكره طبعا على وجوده والدوافع اللي بيديها لنا والدعم اللي بيديه لنا، ويمكن كل مره بنقرر ان هم بعد ربنا هم الداعم لينا، هم اللي بيساعدونا ويساعدوا الفرقه ويساعدوا النادي عشان يبقى افضل وافضل، وده اللي احنا بنحاوله من خلالنا ومن خلال اللعيبه، اللي احنا نعمل اقصى ما عندنا عشان نسعد جمهور النادي الاهلي. يعني انا عارف ان هي بطوله غاليه بالنسبه لهم وبطوله غاليه بالنسبه لنا برضو، وتحدي كبير لينا، اعتقد الحمد لله احنا في الطريق ليه عشان ان شاء الله نفكر في البطوله ثانيه ان شاء الله وطموح ثاني باذن الله. شكرا كابتن سامي، واتمنى لكم التوفيق في الجاي ان شاء الله. شكرا شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع كابتن سامي مصان المدرب العام للفريق، الف مبروك لجمهور النادي الاهلي، 3 نقاط جديده، ويا رب دايما النادي الاهلي يبقى في المقدمه ويبقى دايما رقم 1. كلمه كابتن ايمن، اتفضل.